10 مطارات كندية أصبح فيها متوفر فيها الأجهزة الآلية الإلكترونية اللي هي بتدخل فيها بياناتك وتدخل المطار. فلما توصل مطار من 10 دولي كنا زمان بنوقف نستنى الضابط وإلى آخره والكلام ده، دلوقتي لا، بتستنى في الدور على الأجهزة الآلية دي وبتخلص سريع سريع، وده معناه انك انت بتخلص امورك بنفسك على الجهاز ده، هيطبع لك بعد كده ورقه المفروض يعني تاخدها للضابط اللي هتعدي عليه، المفروض بشيك بسرعه وتعدي. معناه انك انت ما اصبحش بالضروره لازم يختموا لك على جواز السفر بتاعك وانت داخل. احنا كده كده كندا ما بيختموش لينا وانت طالع من المطار، دلوقتي كمان ممكن ما يتختم لكش وانت داخل كندا. لو انت جاي فيزا زياره الى كندا، يبقى انا هعرف الوقت ازاي بتاعي وهطلع امتى والى اخره، قالك القانون خلاص اي حد مش مختوم له جواز الدخول معناها ان هو ليه 6 شهور لازم يغادر كندا في خلال 6 اشهر، اي حد ما يعني مسموح له ان هو يقعد اكتر من 6 اشهر الاوفيسر هيختم له الجواز ويكتب له التاريخ اللي لازم يغادر فيه كندا. هنا بتكلم عن الناس اللي هم داخلين زياره، وطبعا انا بتكلم على الناس اللي داخلين المطارات اللي فيها الاجهزه دي. المطارات اللي مفيهاش الاجهزه دي هيمروا بنفس الخطوات القديمه اللي كانت، وضابط يعني ضابط الجوازات والختم الى اخره. انا عايز جوازي يتختم، عايز يبقى عندي شيء يثبت ان انا دخلت كندا، هتكلم ضابط الجوازات تقول له انا عايز الختم يبقى على جوازي، لو ما حصلش لو ما ختمكش يعني. بس هو دي الحكاية دي الخاصة بالدخول واستخدام الأجهزة الآلية. الحمد لله على السلامة، وتوصلوا إن شاء الله بألف سلامة الناس اللي هتيجي كندا سواء زيارة أو غير زيارة. الناس اللي هيكون طبعا أول مرة لسه جايين اللي هيعملوا لادينج، دول إجراءاتهم بتبقى مختلفة. بعد الضابط اللي هتعدي عليه لازم يوديك للي هم إدارة الهجرة عشان يكملوا معاك إجراءات اللادينج وإجراءات الهجرة. فالختم هيحصل أكيد في الآخر، سواء على ورقة اللاندينج الكوبر ولا على الباسبور، ما فيش حاجة واضحة بتقول الكلام ده، لكنه المعاملة بس هتكون مختلفة. الكلام هنا الناس اللي هي مش معاها تأشيرة هجرة، أو الناس اللي يعني هم زيارة، أو الناس اللي هم جايين تاني اللي معاهم عقد لتأشيرة عمل أو مع PR كارد أو كندي.